قام اليوم مجلس محل الريني بمبادرة توزيع كمامات مع منشور لنحافظ على صحتنا، لا تستهينوا بالكورونا، الكورونا موجودة. طبعا احنا اليوم جايين في مبادرة لحماية صحة أهل بلدنا الأعزاء، علينا الالتزام في الكمامات، في غسل اليدين، في كل ما هو وارد من وزارة الصحة حتى نوفر لأهلنا حياة كريمة ونعيش بأمن وبسلام احنا ومجتمعنا ككل. وزارة الصحة سكرت قاعات الأفراح ولكن عم بنقل الأفراح لبيوت، فأنا بطلب من الجميع التزام بقرارات وزارة الصحة والامتناع عن إقامة أعراس وأفراح في البيت بأعداد تتزايد عن الأعداد المسموح فيها. المسؤولية مسؤوليتنا، بطلب من الكل يلتزم في قرارات وزارة الصحة. الكمامة تحمينا من الفيروس وبتحمي اللي حوالينا من ننقل الفيروس له. مهم جدا نستعمل الكمامة دائما ونكون في تباعد جسماني على الأقل مترين.